ستة ونص تصافي نقاط الفصافي كلنا في رحابه للأيام نصافي تنفح فيه وردة أضحك فيه قافية ويبقى الحب سفينة في عينينا طافية والألحان طلاطف نسمة وموجة صافية وستة ونص تحية عمرة رضا وعوافي ستة ونص تحية عامرة رضا وعوافي تحية لكم مشاهدينا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله ومساء الخير عليكم وعطر المساء يضوع من كل الأماكن إلفة ترتاد أبواب الحضور ترتاد أبواب الشعور للعطر ذاكرة ولحن للعطر رائحة ونور وسعداء اليوم أن ننثر عطر المساء من ستة المدائن كما يحلو لأهلها أن يسمونها من ود مدني وفي حضرة اللحن والكلمة والأداء التلقائي لتومات مدني. مرحب بكم صفاء ومروة عبد الرحمن التجاني والمعروفات بتومات مدني ومساء الخير عليكم. مرحب بك وسعيدين أيام سعادة الليلة احنا وجودنا معاكم في الغناء الجميلة جدا الشروق شمس السودان التي لا تغيب. مرحب بكم ومشرقين. مرحب بكم مروة. تحية لكم وإن شاء الله يا رب تكون خفيفة وظريفة ولطيفة على كل المشاهد والمستمع. نحييكم ونحيي هذا الحضور اللطيف ودائما لما نتكلم نتكلم عن البدايات ما دار أتكلم عن بداياتكم وشكلها كيف وإنتوا درستوا علوم طيران. أيوة. وما دار أقول لكم كمان الطيران وعلاقته بالغنى لأنه ده سؤال بتكونوا تسألتوه كثير واليقين إنه الدراسة الأكاديمية والإبداع هو يعني طريق بيرافق كل الطرق الأكاديمية صحيح. وكل الطرق المهنية وبقاطع عن طريق الموهبة أو نقاط الموهبة صحيح. لكن كيف وصلتوا للنقاط دي يعني كيف اكتشفتوا موهبتكم؟ الموهبة طالما هي موجودة بتصهر يعني إحنا من أطفال وكذا يعني صحباتنا وصديقاتنا دائما بيكون عندنا ميول للمزيكا عموما فبنكون مهتمين يعني ومع إنه إحنا تولدنا في الخارج لكن يعني البيت السعودية. البيت كان عامر يعني بالجلسات الغنائية والأشرطة يعني متابعين الحمد لله تحية برضو للوالد يا صفا صحيح هو كان أستاذ يعني عبد الرحمن التجاني أيوة الفضل يعني يرجع له لأنه هو بغني وكان يعني بيعملوا الجلسات في البيت كله أربع كل الناس بتلموا فحبة حبة يعني وعين على الموسيقى وكل ما يتعلق بالفن يعني فكذا البداية أي ودائما يعني حتى لما أتكلم عن ود مدني وفيها الكثير من الرموز والنسيج في ود مدني نفسه فيه تفاصيل الثقافة والأدب والفنون يمكن هي شكلت أيضا يعني ذات الإبداعية لتومات مدني صحيح مدني دائما مميزة يعني في كل حاجة فبتلقي شكل الغنى غير كل الأطياف مختلفة تماما يعني معتقة أكثر والجميل إنه سوري تلقائية أكيد فهمتي يعني الغنى والفن ما عايز تغييد يعني بتلقي بطيبة وحنية الناس بتغني الناس بتسمع غنى وبتضطرب يعني ما مقاطعة حتى الحبوبات يعني في البيت من لما تجي تنوم طفل بتحسي الهدهدة فده كله أكيد إضافة لمدني يعني ويمكن هو ده الحس التلغائي اللي انت بتتكلموا عنه لكن كثير من الناس اللي بيمتلكوا ذات الموهبة بيحاولوا انه يصغلوها بالدراسة فانتوا ما بين الموهبة والدراسة عملتوا شنو؟ والله الموسيقى عموما ما ينفع أنا ممكن أجيبك الليلة وأدرسك المزيكا تعرف الكريشاندو وين وما بتاع كذا حتى السلالم لكن لما ما يكون عندك موهبة بالفطرة أساس ما ينفع يعني ما بتستفيدي أصلا لكن هي إن وجدت الموهبة بالخبرة وعلى طول يعني أنت بتكون في جو الموسيقى
بتكوني عرفتي بتجمعي معلومات خالص يعني. دي بتجي وين لما يكون انت دخلتي مدارس لقيتي اساتذه كبار في كده في الموسيقى حتى الفرقه الموسيقيه بيضيف لها اضافه يعني نحن بنحييهم اليوم الفرقه الموسيقيه الموجوده معنا نسمع منكم بدايه ان شاء الله نسمع سويت في نفسي, كلمات عبد المنعم منصور والحان الجميله ريان منصور لون التحيه من هنا طبطلع.
عليكم التحية لكم. ونحن يعني عرفنا انه انتم من البدايات فعلا الواحد في البداية بيبدأ يتغنى للآخرين وعندكم أعمال خاصة. صحيح. ففكرة عمل خاص بتحتاج لانه الإنسان يكون عنده فكرة في الاختيار. أكيد. فكيف انتم بتدخلوا من الباب ده؟ كيف تختاروا كلماتكم؟ الاختيار عموما في الفنان يعني مرات تسمعي قصيدة أو أغنية بتبكيك. فهمتي؟ يعني لما تتفاعلي معها أيا كان التفاعل بتعرف إنه ده لوني، ده إحساسي. ما هو إحساسه بيتجسد في كلام ولحن مظبوط. يعني يعني يا مروة أي أغنية تغنوها لازم تعبر عنكم؟ أكيد لازم تحسها. إذا ما حسيتها يعني ما حتبدأ. أيوة بتحسها، فأول ما تحسها أكيد حتوصلها للناس صح. لأنه الإحساس هنا هو اللي بيلعب دوره كبير. ممكن هي واحدة من الرسائل والهدف من الأغنية نفسها إنه كل فنان عنده خط بيغني فيه بيتأثر بتفاصيل المجتمع. يعني قدر شنو أنتوا برضو بتنقلوا حكاية المجتمع في أغنياتكم؟ أنا؟ يعني أنا ما عارفة، لكن الفن رسالة. بما إنه هو رسالة أكيد أنت بتغني كل الأطياف، بتخش في المجتمع، بتغوص فيه، بتشوف شنو الموجود، شنو اللي بيعانوا منه الناس، إحساسين أو وجدانين. فيلا أنت بتغني كل الألوان، قضايا اجتماعية، أنت رسول، عاطفية، وطنية، كله. ايوه. وبرضه يعني في صفاء في قصه انه الفنان بيمثل الناس دي بتجي في حاجات كثيره، يعني حتى الزي اللي بيلبسه الفنان، حتى التصرفات والسلوك. يعني قدر شنو انتم بتراعوا للحاجه دي؟ الفنان ثقافه، الفنان سلوك، الفنان هو قائد. لما انت تكون فنان لازم تكون دقيق جدا في حاجاتك، يعني لبسك، كلامك، تعاملك حتى، واختيارك للغنى كمان. كيف الكلمة دي عندها يعني اتيكيت، تنطقي كيف الكلمة. لازم توصل حاجاتك وتحسي كيف الكلمة عشان تعبر عنها، تدي الكلمة حقها. الكلمة دي مثلا ما تتقال صح بتزعل هي ذاتها. بدك يعني لازم الكلمة تتقال صح يعني الكلمه بمعناها. نحن بنتكلم عن احساس الغنى اكثر من انه هي مجرد كلمات. يعني طبعا. ويعني دروب مختلفه انتم مشيتوها في مسيرتكم الفنيه، لكن يمكن الانطلاقه ايضا كانت من واحد من البرامج نجوم الغد. التجربه دي كانت كيف؟ تجربه انا بفتكر انها مهمه جدا. انتوا اخذتوا مركز ثالث. صحيح. اول حاجه كنا خام، يعني ياداب بعدين الغنى، وكانت منافسة كيف تقدر تثبت وجودك بين الناس. فأضاف لنا كثير، تمسك المايك كيف، تتكلم كيف، تختار كيف، واحتكاكك أيضا بآخرين. يعني طبعا يعني لقينا كبار الفنانين والعازفين في الوسط، ويعني بتكتسب منهم معلومات وخبرة. فأكيد كان إضافة، وإضافة قوية جدا. نحن عايزين نسمع منكم عمل تاني. نسمع مظلومة ممكن، كلمات بابكر، شاعر بيكو، وألحان فضل أمولين. تفضل. Thank you.
شكرا لكم، شكرا جزيلا. ونحن بنتكلم قبيل عن الموهبة، تكلمنا عن أهمية الدراسة في صقل الموهبة. حتة ثانية هي أيضا مهمة، لأنه الواحد يصقل الموهبة خاصة الفنان، ثقافة السمع. أكيد. فخلينا نعرف أنتوا بتسمعوا ليه منه صفاء؟ كل الكواكب الجميلة السودانية. يعني والدنا كان يعشق الموسيقار المرحوم عبد العزيز أبو داود، وتغنى لي أبو داود وتغنى له. يعني قمنا ونحن بنسمع أبو داود لأنه حقيقة موسيقار فطريا. صحيح. ومجموعة يعني البلابي اليوم التحية، عثمان حسين له الرحمة، يعني مبلين السنوسي الجميلة لهم التحية بجد كلهم. يعني نحن قمنا وبنسمع كل المدارس عشان انت بتسمع وبعد ذاك يعني بتشكل لونك، شخصيتك، طعمك، ونكهتك، بتكون براك انت. تومات مدني. نعم. ممكن انتوا كنتوا مبلينا والبلابل وغيره، وانتوا بنات يعني عموما يعني كخروج للفن وهذا الطريق، حتى لو كان من باب التعب او الرهق، الاسر بتكون عندها مخاوف. قدر شنو الاسره دعمتكم؟ والله لها التحيه، والله ما بقدر اوصف لك كيف. يعني وقفوا معانا والى الان واقفين لهم التحيه، يعني الوالد والوالده والاخ الجميل محمد عبد الرحمن التجاني له التحيه، فوقفوا معانا جدا وتعبوا معانا والحمد لله. ونحن ماشيين بدعمهم وحماسهم، نستمد يعني قوتنا وعزيمتنا ورغبتنا يعني منهم. ممكن يعني كثير من الناس تغنوا أغنيات مختلفة، لكن أيضا نحن بنتكلم عن السودان بكل مداخله بكل دروبه. صحيح. فهو حاضر في الأغنيات. أكيد. فكيف أنتوا يعني كيف بتشكلوا الثقافة السودانية؟ نحن مهم برضو، هي واحدة من الرسائل للفن إنه ننقل هويتنا السودانية. فكيف بتشكل رسالتكم الفنية من هويتنا السودانية؟ والله بكل فخر يعني بنشارك في العديد من يعني الحفلات بيكون فيها أجانب من شتى بقاع العالم، لكن بطريقتك، بأسلوبك، بإحساسك بالكلمة، إحساسك بالوطن، بتوصل للناس يعني ولكل العالم انه انا سوداني ودي هويتي سودانيه. صحيح. بتعدد المناخات، بتعدد الثقافات، السودان ده بتعدد الايقاعات. نعم. وانتوا غنيتوا بايقاعات مختلفه برضه. اكيد. وحاليا نحن في التنخيب، كل ما نلقى فرصه في بحث يعني سودان شكل مليء بايقاعات جميله وثقافات جميله جدا. وان شاء الله يعني في القريب انه حتظهر حاجات مختلفه بطعم سوداني اصيل. نحن بننتظر يعني الاغنيات دائما اللي بتكون من موروثنا الثقافي. أكيد. السوداني. اكيد. فايضا المشاركات وتلغي الجمهور، دائما هو الجمهور ايضا يعني الاغنيات اللي بتلمسه بيكون فيها حضور. فقدر شنو انتوا يعني عملكم الجماهيري بشكله كيف؟ لقاكم المباشر خلال المسارح مع الجمهور. والله دي عايزه شويه وقت، ونحن حاليا في ترتيب لها انه يكون عندنا حفلات. كل جمهورنا الحبيب يكون موجود في تنغيب الاغاني الجميله وسردها وترتيبها. وقريب ان شاء الله يكون عندنا شغل. بتشاركوا الجمهور يا مروه في اختيار اغنياتكم؟ اكيد. يعني بتذكر عندنا اغنيه حق ما سلم عليه، هي كان جسر التواصل بيننا وبين الجمهور. حتى لما نطلع احيانا نكون ماشيين الشارع بيندهونا بها حق ما سلم عليه. وبتطرحوا خياراتكم دي وين؟ يعني بقت في مواقع مختلفه للتواصل. اكيد. اليوتيوب، كل الوسائل الالكترونيه عبر بنوصل اعمالنا وحاجاتنا كلها. هي قدر شنو بتضيف لكم؟ يعني احنا دائما بنشاهد انه مواقع للتواصل المختلفه وحتى الحضور من خلال المساحات الثقافيه بيضيف لكم شنو؟ هو انتشار. وبيعمل على تعريف الفنان، حتى لو في يعني مجموعه من الناس ما بيعرفوا، ممكن يوم من الايام يكون جالس امام الكمبيوتر بتاعه
ممكن يخش اليوتيوب بيلقى يعني صراحه بتتلقوا منها ردود فعل خالص يعني عمال. تعليقات لايكات مرات حتى بتلقى اساتذه يعني انت ما سمحت لك الفرصه انك تلاقيهم فبيقوموا يوجهوك عبرها او منها بيكون التواصل دايركت يعني احسن من التلفون كذا فالحمد لله يعني نعم يمكن كلامك عن الأساتذة ده بيقودنا يعني لمباشرة الحديث عن إنه يعني من ساعدكم في الطريق ده إنه هو طريق يمكن فيه شيء من المشقة يعني كبدايات من ساعدكم في بداياتكم غير الوالد لو التحية دكتور عبد الماجد خليفة أول إنسان يعني قدم لنا أعمال خاصة وكذا ومنه كنا يعني تعلمنا الغنى بالعود وما أجمل غناء العود فنحن يعني تعلمنا منه كثير والله جمال الشيخ مدني لون التحية يعني كثير يعني يوم التحية كل أعلام مدينة ود مدني ومن الشعراء تغنيتوا لمنو غيره يعني من مدني مختلفة أيوة طيب عبد المنعم منصور حاليا قدمت الأغنية الأولى حقته وفي لسه عدة أعمال ومنها كان يعني المدرسة والتعليم وكذا وإن شاء الله قريب بتسهر عدة أعمال شاعر بيكو إبراهيم رباع عدد من الشعراء عدد وإذا تكلمنا عن الألحان أيضا لهذه الأغنيات يعني كثير من الناس بيكون هو اللحن جاهز بعدين بيحضروا عليه الكلمات انتوا بتعملوا شنو أول والله أنا بنفضل إنه ساري مروة إنه يكون اللحن يتعامل عليه صوتنا أحسن من إنه يكون موجود لأنه الكلمة أولا اختيارها ووضع اللحن بما إنه اختيار الكلمة إحساسك بعد بحس يعني بيحدد إنه الإيقاع شنو حتى لو أنت الفنان أنت اللي بتلحن أو حتى الملحن اللي بيتعامل معه وهي كلمات مختلفة أنت تغنيتوا بها لكن دائما يعني في زول بيكون عنده أغنية كده برددها دائما فمن باب التوأم يعني دائما الناس بيقولوا إنه إحساس التوأم واحد هل بتحصل معاكم الحاجة كثير والله ما مقاطعة انت عارفة احيانا في البيت هي بتكون في غرفة وانا في غرفة انا بكون بغني اغنية هي هناك بتكون بتغني نفس الاغنية نفس الكوبلي يعني سبحان الله لا حتى لما تيجي تختاروا الكلمات يعني ما حصل واحدة قالت الكلمات دي كويسة الثانية كان عندها رأي مختلف مرات بسيط يعني بسيط لكن ممكن تقولي واحدة بتكون يعني متمعنة أكثر من الثانية فبتقول لي يعني يا مروة أنت كده اعملي معاها معانيها يعني شوفي تفاصيلها حتى تحكمي تقتنعي بها يعني لكن تقنعني يعني نحن حنرجع نتكلم عن الثنائية ومدى استمرارها ونماذج في الوسط الفني لكن خلونا نسمعكم نسمع يا زاهية إذن نحن حنرجع نسمحكم لكن بعد الفاصل مساء الخير مستحية عمر رضا وعوافي ونص وتحايا المساء لكل مشاهدينا يتواصل هذا المد على ضفاف الإبداع في حضرة تومات مدني وكنا بنتكلم عن الثنائية واختياركم مع بعض الكلمات يعني كثير من الناس دائما في اتهام للثنائيات بأنها هي عمرها قصير أو ما بتستمر ففي حال أنه الجواز والسفر أو غيره ممكن يعني يكون مشكلة بالنسبة لكم والله طبعا اذا قلنا الجواز لما يجي العريس المفروض يعني انه يغدر موقفنا يعني فانا ما اعرف لكن بنخلي دائما الحاجات للقسمه يعني والله كاتب شنو اكيد دي حاجات طبيعيه اكيد بتحصل فان شاء الله يا رب
تكون يكونوا متفهمين يعني تكون في استمرارية أكيد يكون في استمرارية لأنه نحن بنقدم في حاجة عظيمة جدا جدا ونحن بنحييكم قبل تكلمنا عن الموروث الثقافي السوداني وقلنا إنه أيضا دور الفنان إنه يعكس التراث وأغنيات الحماس هي واحدة من تراثنا ونحن يعني بنفخر بها صحيح انتوا غنيتوا للحماس غنينا حماس وتسمعي حماس إن شاء الله طيب خلينا نسمع طيب نسمع البشيل فوق الدبر مبني فوق قلبه الشطار وفي عيونه شراب
ونحن بنتكلم عن ألحان وكلمات، فخلونا برضو مروة منو بيحل لكم الكلمات؟ والله كمية من الملحنين، يعني تحية لأول دكتور عبد المجيد خليفة، هو أول الملحنين اللي تعاملنا معه، ريان منصور، السماني حوايط الله، معتصم النو، جمال الشيخ، الملحن فضل أبو لين، كمية لهم التحية. بنحييهم جميعا. ممكن يا صفاء، لما دائما نتكلم عن الأغنيات وخروج الأغنيات يكون في تفاصيل كثيرة كده، ورشة لخروج الأغنية، صحيح؟ فأنتوا كيف بتكون شكل الورشة دي عندكم كيف؟ والله الورشة بتكون في شكل بروبات، يعني اللحن من اختيار الاختيار الأول، بعد ما نختار الأعمال وكده بنحدد بروبات، بتكون أيام محددة مثلا في الأسبوع، وبعد ذاك الناس بتقعد تعمل ورشة، اللازمة دي كده، لا لو قالت كده أحسن دي كده. يعني أنا دائما بقول، ما هو قاطع معلي، اللحن دائما برجع الفضل للفرقة الموسيقية، لأنه هم بيضعوا إضافاتهم، ولا نعمل دي منطقية دي ما منطقية، كل الحليات لحد ما العمل ملامحه تظهر هم اليوم الفضل. وبتاخذوا زمانكم في إخراج العمل، يمكن كثير من الأعمال يعني الاستعجال في إخراجها مرات بيكون في مشكلة، فكثير من الناس بيكون هي مناسبات أو غيرها، الواحد بيستعجل في انه يطلع اغنيه عشان ما تحصل المناسبه. يعني تجارب زي دي ممكن تكون فيها مشكله في الاداء حتى. خالص، لانه انا ما اعرف، لكن دائما انا وصفاء العمل اذا ما اتعتد معانا، يعني حسينا كلمه كلمه وحسينا اللحن، ونحن كمان نضع اضافاتنا في اللحن، ما بنعمل، ما بنستعجل انه نسمعه من اول. والله دائما له تحية أبوي، يعني فهو زول فنان شديد، أثناء البروفات مرات صادف إنه يكون في شغل، يعني بس نعمل تلفون وتكون البروفة شغالة، بعد ذاك بنرجع بنقول لها الرأي شنو، وذات بكون مبسوط بالحاجة دي. وأيضا الأعمال ذاتها أول ما تطلع، يعني خاصة الأعمال الخاصة، بتواجه أحيانا بالنقد، يعني كيف ما كان النقد قد يكون هو إيجابي أو نقد سالب، فأنتوا تقبلكم للنقد كيف؟ جميل. ما هو أنت عشان تنجح لازم تغلط، تغلط تنجح، يعني الوحدين بيقول لك يا أخي أنا والله يا أخي فشلت، لا، أنت لما تفشل المرة الأولى ده بكون دافع كبير إنك أنت لازم تقدم حاجة أجمل، لازم تنجح. فهو في كل الحالات محفز الفشل، ما حبابه، لكن إذا حصل الواحد بياخذ عنه درس وبيستفيد من الأخطاء، وحتى النقد يعني جميل يتقبله، يعني زي ما قلت إذا كان سلبي أو إيجابي. وما في زول بيعمل حاجة كده على طول،
صح. كل الناس تقول لك والله يا سلام حصل يعني واجهكم نقد كان ما مقبول بالنسبه لكم؟ لا يعني في بعض الناس اللي في الوسط يعني احيانا بنتغدو، فانت بتشوف النقد ده اذا كان بخص المغنى بتاعك انت بتغني كيف طريقتك ما مشكله، اكيد اي انسان اول ما يبتدي لازم ولحد ما تصل ولحد ما تقبل وتبقى لك اسم بتلقى ناس بينصحوك يعني. ايوه فاذا كان داخل الفن ما في مشكله، اذا كان خارج فانت عم تشتغل بالكلام كثير يعني بنرجع بتشيل الشيء المهم المفيد. بنرجع لسودانويتنا بيت الشهرة ما خرب اكيد صح، وهي يعني ومعتقدات ومرجعيات الشهرة مهمه في كل شيء. ودائما لما نتكلم عن الاغنيه بنتكلم عن اضلاع مختلفه، يعني اذا كان اللحن او الكلمه او الاداء، فالحس الجامع بينكم الاثنين للثلاثه ديل. والله زي ما قلتي انت قبل الاختيار فهو احساس، الاحساس ذاته بيكون رابط بينهم كلهم، هما بيقولوا مثلث مكتمل الاضلاع او مثلث عنده اضلاع يعني هو كله مع بعض كده بشكل غناك بشكل كلماتك حاجاتك كده. فاحيانا بيكون في شاعر وملحن ما بيعرفوا بعض لكن الكلمه وشكلها وكده ديزاينها ممكن نقول والله الكلمات دي بتنفع مع الملحن كده كده، او ممكن يتلاقوا ملحن وشاعر وما بيعرفوا بعض بس في صدفه وده يقول كلام وده فجاه يخطر انه اللحن كده، ما هو الهام في النهايه. بعد كده الشاعر والملحن هم اللي بيشوفوا الفنان ممكن يوصل الأغنية دي. لا انتوا حصل مثلا يعني قريتوا كلمات عجبتكم حسيتوا كده الكلمات دي انه ممكن يلحنها فلان؟ ايوه كتير كتير خالص يعني. ونحن يعني بنتكلم عن مشاريعكم المختلفة يعني غير الموضوع بتاع كتير من الناس برضو في تجارب للأغنيات المصورة وتجارب للفيديو كليب، انتوا كيف الباب ده معاكم يعني حصل عملتوا اغنيه مصوره او عملتوا فيديو؟ والله الحاجات دي كلها الان في تصور. اول انجاز الاعمال تدخيل الاستديو ما بعرف كده لحد ما يخلص، وبعد ذاك نشوف اي اغنيه سيناريو بتاع بينفع انه يكون اغنيه مصوره. حتى انا ما عارفه لكن الكليب ذاته نجاحه من نجاح الاغنيه يعني انت ما اي اغنيه بتدعم الفيديو كليب بتبحث بتفتش تشوف شنو البليغ انه بتنفع الاغنيه دي تبقى في السيناريو والاخراج نفسه اكيد طبعا صحيح. حاجه تكون مختلفه وما يعني ما مطروقه في الساحه كثير وما فيها مقالة يعني. وغير الأغنيات يعني كثير من الفنانات والمطربات الموجودات في الساحة خاصة فيما يخص الشباب بشكل خاص يعني هم دائما متهمات بالمقالات في أشياء كثيرة، ومنها حتى الملابس وشكل الزي اللي بيطلعوا به. انتوا تنتهجوا الطريق ده يعني عندكم فهم في انه مهم انه يكون زي خاص ومصمم خاص وانه الحاجة اللي بيطلعوا بها كل الناس تكون هي دارجة كثقافة وموضة؟ والله طبعا ما بالهوس الكبير ده يعني الجميل انه زول يكون زول مميز فعلا لكن بالحاجات الموجوده الجميله، ما هو في النهايه احساس وذوق يعني في ناس يعني بيقعدوا يصمموا حاجات من حاجات عاديه خالص بسيطه لكن كيف تكنيكها كيف تظبطيها مع بعض بتطلع حاجة مميزة ومختلفة وبسيطة وبسيطة يعني. الموضة أو ما يليق بالتومة أكيد أنت أكيد فنان لازم يكون عندك دائما مع الموضة وشكل لبسك وتهتم بمظهرك كده، لكن ما بتهتم بمظهرك أكثر من الغنى ما هو التوازن مغنى أيوة يكون حاجة يعني هو القصد ما هو عرض أزياء القصد إنه أنت مضمونك شنو تقدم شنو دلة ما انت ممكن انها تمشي وتلبس وين تجيب من تايلاند تجيب من ماليزيا تجيب من وين لكن ما في شيء لازم يكون انت عندك شيء تركيزك كله خليه يكون في الغنى مجهودك تعبك
بعدين هي الأغنيات ذات اللي بيقدمها الفنان لها دور في إنه هو بيلبس شنو، يعني اللبس المناسب لما يقدم. أكيد أكيد ما زي ما قبل قلت لك الفنان ثقافة وسلوك وحياة كثيرة وفهم وذوقه، يعني الحاجات دي بترجع لكيان الفنان، كاريزمته، فهمه كيف بيحدده بعد ذاك الحاجة. دي سلوكيات مختلفة وأغاني وألحان نحن سمعناها، لكن في آخر اللقاء ده عايزين نعرف أنتوا بتحضروا لشنو للفترة القادمة؟ نحن بنحضر لأعمال جديدة للسنة الجديدة، ترى النور إن شاء الله، وإن شاء الله تعجب الناس. وكمية من الأفكار ومن إن شاء الله كلها حتتنفذ قريب بإذن الله. إحنا بنتمنى لكم التوفيق وشاكرين لحضوركم المساء اليوم من خلال 6:30 صفاء ومروة دومات مدني، كانوا حضور على ضفاف المساء من 6:30 لليوم. بنحييهم، بنحيي الفرقة الموسيقية، وحنختم معاكم بالتأكيد بنحيي كل مشاهدينا لليوم في 6:30، ودائما لاقونا على ذات الضفاف 6:30 لقية مسائية نفتح من خلالها نوافذ المساء على كل مداخل الإبداع حتى الملتقى. هذه تحياتي والفريق العامل، إلى اللقاء. كلمات إبراهيم ربع والحان السماني حوايط الله، اليوم التحية والتجلة من هنا.
ستة ونص تصافي ميقات الفصافي صافي كلنا في رحابه للأيام نصافي يا روعة لقانا واللحظات نادية والونس التلامس في الخاطر قضية نرشف بالمشاعر شايل المشاعر